جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم يا كاف، يقول: أمي أنصحها كثيرا بالصلاة فهي لم تصلي من زمن بعيد، والله يعلم أهي كانت تصلي أم لا، وعندما أوضح لها فضل الصلاة وثوابها والأشياء المترتبة على عذاب تاركها كما علمت وتعلمت من سنة خير المرسلين، فهي تصلي أياما ثم تقطع وهكذا مرارا، فما الواجب علي في ذلك؟ وأفيدونا جزاكم الله خيرا عن ارتباطها بوالدي منذ الزواج الذي مر عليه 45 عاما وهو يصلي وهي لا تصلي، ثم أريد توضيح موقفي أنا وأشقائي، حيث أن تارك الصلاة كافر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن نكاحها باطل، فهل أصابنا شيء من بطلان النكاح بينهما؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ما ذكرته من المناصحة أمر واجب، يجب عليكم الاستمرار في مناصحة والدتكم والإنكار عليها، لأن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، ويجب على والدكم كذلك أن يأمرها بالصلاة وأن ينكر عليها وأن يلزمها بالصلاة، فإن لم تمتثل وجب عليه أن يفارقها لأنها تكون كافرة وهو مسلم، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة غير الكتابية. نعم.